تاني في شنو؟ انا ذا اعرف تاني الشباب ديل المانعون من الاستقامه شنو كل، ولكن في ناس شغلينهم مره كشتينا ومره ضمنا ومره حاجات، ودي كلها ضياع للزمن ويتبتندم بعدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من روايه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي او بمنكبي رسول عليه الصلاة والسلام هبش في كتفه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الزول في غربة ولا عابر للسبيل؟ ده بفتش المتاع في الغربة ولا بكون مشى الغربة عشان بلده؟ مشى الغربة عشان يجيب قروش ويرجع بلده تاني ابني فيها ويعيش فيها ويتمتع فيها. فإنت قال لك في الدنيا دي كن في الدنيا كأنك غريب. الدنيا دي ما خلقوك عشان تتمتع فيها، خلقوك للعبادة. بعدين المتاع قدام تلقاه أي شيء دايره هناك، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هكذا قال رب العزة والجلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هاسي مجدمسة أي خدت إنك تموت قبل الصباح. لو خدت حاجة زي دي بتنظف أمورك والله. تاني أي شيء بتنظفه، سجائر بتيدعه تقول يمكن الشغلة تجي بالليل، سجائر صعود بتيدعه، الموبايل فيه لخبطة فيه صور وحاجات بتلبد بجنبه، وساوي الشاشة بالجنبات ما بعينه ليك بتشوفها براك بتعرف الحاصل كلها بتمسحها. والله الذي لا إله غيره بتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أرغام البنات والكضب بتخليه تتصل بها ثاني تتصل بك السلام عليكم أقول السلام، والله المودة قالوا يمكن مرات بيجي بالليل أختي شق دربك لما نشوف كان الله فتح علينا من أجل نتزوج كان ما بشيت شغلة دي خير نكون مستعدين. والله قال لك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. بيجي يوم بتمرض واسي في ناس راكدين في المستشفيات، ومن حياتك لموتك. انت حيس عندك فرصه ترجع الى الله تعالى، ودي كلمات اسي بتسمعها وانا بنقول لك الان وبتصعد الى السماء. قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا الله نفعك بها ورجعت، يا واصلت. المهم بعض الناس واصل في غفلته بعدين بيشوف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. شكل في مستدرك الإمام الحاكم وفي صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. قالك في خمس حاجات اغتنمها قبل ما تجيك خمسة تانية تشيل منك. قال شبابك قبل هرمك، انت مش شاب اي اغتنم الفتره دي، وصحتك قبل مرضك. الان في صحه استفيد منها، صلي واعبد الله واقرا القران وبلغ دعوه الله تعالى. قال وغناك قبل فقرك، عندك قريشات صدق وانفق، بعد ذاك انت انفق جزء واعمل حاجات دنيا نافعة حاجات برضو جزء، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال وفراغك قبل شغلك، استفيد من الفراغ قبل ما تنشغل. وآخر شيء قال وحياتك قبل موتك، قبل ما يجيك الموت، لأن الموت ده لما نجي تاني أي شهوة بتنقطع، مش هسي في شهوات وتفكر وخواطر وتشوف البيت ماشى تعال لا تعمل لا صورة تشعة في قلبك جوا وهي ماشية ساي برا وتغش عليها وداك بيجاي تغشه وتتفرج بيجاي وتكذب بيجاي وتاكل حرام وتسجر وصعود وشيشة وكشتينة وضمنة وغاني غربية وغاني سودانية وغاني ما بعرف اللبنانية ومصرية ومصايب وكذب ولف ودوران. اي مما يجيك الموت الكلام ده كله بيتقطع. والله الذي لا اله غيره. شاكي كعب الاحبار رحمه الله
قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما قال له عمر يا كعب صف لنا الموت، قال له يا كعب كذا وصف لنا الموت ده كيف؟ قال يا أمير المؤمنين هو مثل غصن شوك في جوف ابن آدم. فقال له الموت ده زي العود الفيه شوك في جوف ابن آدم، يعني في بطن جوع، ما من عرق ولا مفصل إلا وشوكة معلقة به. أي عرق ومفصل قال لك فيه شوكة. قال وكأن رجلا شديد الذراعين يجتذبها فهو يعالجها. لما نجر الروح قال لك زي زول يديه قوية وبجر الغصن اللي فيه شوك ده من جوه بطنك ويمرق لك في خشمك شوك. أي عصبة وأي مفصل وأي جزء من الجسم بيتألم قال لك في الموت. شكي بن رجب قال رحمه الله قال والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. زول عمل حادث راسه حكله بالزلط ده ألم، لكن لما الموت شده. واحد جاء وجع ضرس حماه النوم الموت شده. واحد تاني قطعوا لك راعه من غير بنج الموت شده. واحد جابوا سيخة خدتها في النار لما بقت حمراء خدتها له في أضانه وفي عينه الموت أحرى من ده أحرى وشد. شكي بعض السلف قيل له إذا كان الموت شديدا فلماذا لا يصرخ الميت؟ طيب الميت ده ليه مبكورك كان الموت ده شديد كده؟ قال لأن الذي يصرخ، قال الزول اللي بيصرخ ده قال ده زول اتألم في جزء من جسمه وعنده نفس وقوة في جزء تاني صرخ بيه، لكن قال لك الميت ده الزول الجاي يموت ده ما عنده ذاته نفس ما عنده قوة يصرخ بيه، لكن لو عنده قوة قال لما الدنيا دي، لكن ما في، لكن لذلك دي آلام وشدة. لما تجي اللحظات دي تاني أي شهوة بتتقطع. شكي بن القيم رحمه الله قال في كتابه الفوائد قال لذلك من قال لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. قال لأن الذي يقول لا إله إلا الله في تلك اللحظات قالها في وقت، ولا إله إلا الله لا ناقضها أو لا يقدح فيها شهوات، يعني الوقت داك مش بناقضة. قال لك الوقت داك الزول بيقول لا إله إلا الله ما في شهوة، شكي لا إله إلا الله بتكون نظيفة لا فيها شهوات لا أي شيء، وأثرها بكون طيب لما الزول يموت حسن خاتمة يخش الجنة. قال فلو أن عبدا قال لا إله إلا الله في الدنيا وشعوره كالشعور الذي يكون في الموت لرأى العجائب لرأى العجائب ولكان أثرها عظيم عليه. فلذلك انت أعمل لليوم ذاك، أعمل ليوم نفسك بتكتم، ملائكة بتنزل عليك، شغلة ماشية لقدام في قبر وفي قيامة، والناس دي ما تشتغل بها كثير، والله ما تنخدع بهم كثير، تشوف دي بيجاي وده بيغادي وده يغشك وده يضحك عليك كلهم ننساهم. شوك دربة كمش عديل، والله واحد اسمه يزيد الرقاشي الزول ده مشى البحر شغال سماك، بعدين مشى البحر أثناء ما قاعد جنب البحر شاف له عظام مطفحة فأقبل عليها فإذا هي عظام إنسان وسماك وزول عابد نحسب والله حزين. بعدين قال لك الزول اللي شاف عظام في البحر أما شاف العظام مشى عليها لقى عظام بشر فبكى يتأثر، فقال يا يزيد بخاطب في نفسه يا يزيد من يصلي عنك بعد الموت؟ هذا الزول ده مات وعمل انقطع،
انت بعد تموت اللي بيصلي لك منو تاني؟ حسناتك اللي بيديك حسنات منو؟ ومن يذكر الله عنك بعد الموت ومن يصوم لك بعد الموت. يا يزيد رحمه الله تعالى، ودي كلمات الزول بيقولها لما الله يوفقه. لما تشوف زول ميت قدامك والزول ده بابه اتقفل بتاع الدنيا، حسنات تاني ما في، الزول ده ماشي قدام بعد ده في قبر وفي ملائكة. وفي مسند إمام أحمد الملائكة اللي في القبر قال لك بيد أحدهم مرزبة من حديد، نسمى مرزبة نحن الآن، مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، إذا صح الحديث هو في مسند إمام أحمد. قال لك شايل له حديدة الملك جوا، كانت دباء جبل بيبقى تراب، وانت تخش له من ربك؟ ايوه عقيدتك في الله تمام، بتقدر تجاوب من ربك؟ الله. ما فيها اسئله؟ في واحد عنده تقريبا مداخله، بعدها نواصل في الايات دي ان شاء الله، والان الناس في بعضهم عندهم تعليقات وعندهم اشياء، فنحن صدرنا رحب نسمع من الناس وكذا. في واحد اظنه مستعجل قال عنده سؤال، اتفضل.